بقى الحكومه بالمناسبه دي، الحكومه بقى اللي تسكسك شعبها كده وتقفشه وتنعنشه وتروشه تستاهل تقول الشغل كده بقى. فعلا حسسونا ان البلد دي بلدنا وحسسونا بالانتماء، وعايز الحكومه بقى تساعدني وتدور معايا على وفاء. يا وفاء يا وفاء هنجود، يا وفاء يا واد يا مصري هنموت. انا جيت انا طلعنا في التلفزيون يا الف نهار ابيض، الف مبروك. ده انا قلت ولا يما. خد خد يا حبيبي سكي، ربنا يبارك لك فيه. معقولة يا أمه تديني سكي كده شراح؟ ده أنا أديك عمري بحاله. خد أخويا السكي بتاع هنا كمان. أنت كمان يا أماني؟ معقولة؟ نعم يا أختي، وهو ده سكي مراتي هي نهيبة. خد يا أماني خليه معاكي هتحتاجيه. وإحنا مش لينا في سكي شراح؟ ليه يا أخويا؟ هي ماتت، ما قدامك أهي. أنت أمك لسه عايشة يالا؟ ربنا يديها الصحة. طب ما تخليك في سكي أمك. هنبات فين يا جود؟ نبات ايه يا عم؟ ده كلها ساعتين والجلسه تبدا. ما انت نمت في قلب العربيه، ما سمعتش الشخير جوه. تعالى بس نقعد على النيل شويه. هنعمل ايه على النيل؟ هنتنيل. بسم الله. دلوقتي هنناقش ميزانيه الشركه لعام 2010. اولا وقبل اي شيء بنرحب بالساده الملاك، احنا اصحاب الصكوك لهذه الشركه. واضح ان النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه مكتمل. افتح افتح اتنين كامز. بقول خف بقى في المصاريف شويه، خلاص بقينا ملاك. اشرب سجع وطري قلبك يا بيه. نتيجه نشاط الشركه عن العام المنصرم، يصر مجلس الاداره الموقر ان يزف هذا النبأ السعيد للساده حامل الصكوك. فقد حققت الشركه هذا العام صافي ربح قابل للتوزيع مبلغ 20 مليون و500 ألف و431 جنيه مصريا. يا نهار اسود، ايه كام؟ طلع نصيب الفرد نص جنيه. نص ايه؟ نص جنيه. حساب الساجع يا بيه كام؟ جزازتين كنز ب 10 جنيه و3% بجاشيش. لا ده كمين بقى، يعني انتوا عاملين علينا اللعبه دي كلها وجايبيننا من اخر الدنيا عشان تقلبونا وتبيعونا ساعه؟ اقعد يا جدع انت وهو. الامن قاعد الجدع ده على الطلاق. انا قاعد ولا دافع حق الكنز الا لما يجي الوزير. وفلوس المواصلات يا جوده. اما يجي الوزير خرج الجدع ده. خبري يا بيه، مفيش حد هيتحرك من هنا غير لما يدفع حق السجع اللي طافع. وانا مش دافع. اضرب يالا. يعني انت بقى رحت اسوان عشان تحضر جمعيه عموميه؟ مش فلوسنا يا جدع، لو في اخر الدنيا نروح وراها. يبقى عندي اول جمعيه عموميه نشربها. لو انت الصادق ده اول علقه جمعيه تاخدوها. ما تصيحش بقى يا عم كمال بقى، نصيح السك يبقى في التراب. بقولك يا جوده، احنا نلحق نبيع قبل ما يتكشف الملعوب، ساعتها السك مش هجيب كوبايه شاي. يا جدع عنده 86 شركه، ليه نفقد الامل من اول شركه؟ بعدين الوزير قال في التلفزيون ان الشركات دي بتحقق ارباح بالمليارات. والوزير ما كدبش يا جوده، الشركات دي فعلا بتحقق ارباح 5 مليار جنيه في السنه. الحكومه خلت نص الاسهم ووزعت النص الثاني على 41 مليون مواطن. يعني نص مليار جنيه على 41 مليون مواطن، صح؟ صح. طب احسبهم كده يطلعوا كام؟ احسب انا. انا بقيتك شائم من البتاعه دي. 61 جنيه في السنه. يعني كل مواطن هياخد 61 جنيه في السنه، يعني 5 جنيه في الشهر، يعني 16 قرش ونص في اليوم. في زمن السيجارة فيه الفرد 40 قرش يا جودة. يعني ايه؟ نصيب الفرد في اليوم نفسين دخان بيعلموا الشعب يخمس؟ امال ايه اللي قالوه لنا في التلفزيون ده؟ تحسسونا ان شبيك لبيك احلامك بين ايديك. مشكلتكم انكم بتصدقوا كلامهم. قلت لك يا جودة بلاش تغيص وتتشقلب قبل ما تعرف الفولة. ايه هي الفولة يا كمال؟ الحكومة عايزة تحط بصمات الشعب على السكينة اللي ذبحت بيها القطاع العام. عايزة تشركنا في الجريمة يا جودة، ونجحت وحاطط بصماتنا على السكينه. طب ايه الحل يا كمال؟ الحل في القانون. الحكومه بتلعبنا بالقانون، يبقى نوقفها بالقانون. ما ينفعش، لان الحكومه عملت استفتاء شعبي على تعديل مواد الدستور سنه 2007. وده يروح يدلدل لسانه كده في المحكمه؟ ده مش بعيد القاضي يديله اعدام. التعديل دوت سالت كل مواد الدستور
اللي بتقول ان المال العام ملك الثعب وان القطاع العام له حرمه، والثعب وافق على التعديلات دي، يعني من حقها انها تبيع. طب والبيع اللي تم قبل التعديل يا متر ايه ظروف؟ بصراحه البيع ده باطل، دستوريا باطل، بس ما حدش قادر يقولها. طب اسمع يا استاذ، احنا لو اثبتنا للمحكمه ان الشعب ده ميت مش ده يلغي التعديل؟ الشعب ميت؟ ده احنا وصلنا 80 مليون نزل. ايوه 80 مليون بناكل ونشرب ونخلف زينا زي القطط زي النمل. قصدك زي الخرفان؟ صدقني يا بيه الشعب ده ميت من زمان، بدليل انه مش حاسس باللي بيحصل فيه. يا عم هي مش ناقصه جنان بقى، عايزين كلام ياكل مع المحكمه. هتروح للقاضي تقول له يا قاضي الشعب ميت، حتى لو انصافك هيديك تسريح بدفن الشعب ونشيل احنا بقى مصاريف الجنازه. كلامك مقنع جدا يا استاذ جوده وانا مقتنع بيه، بس ده دفع ضعيف قوي المحكمه بتخص بيه، احنا عايزين سبب قوي علشان نقنع القاضي. بس وجدته ايه؟ ارفع يا استاذ قضيه باسم جوده، اولا اختصم فيها السيد رئيس الجمهوريه بصفته. انا رفض السيد رئيس الجمهوريه؟ لا دي بالذات لازم تنطقها كويس والا هتروح ورا الثمن. حمامه حمامه ومسكت حمامه 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 ومسكت حمامه 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 مسكت حمامه عجبتني عاشت معايا عشرتني ومسكت حمامه عجبتني عاشت معايا عشرتني ولما طالت عشرتها حبيتها هي وشقوتها. منور يا عم عم الناس. بقول لك ايه، ما تسيبك من وفاء دي، ما نانسي هي زي القمر وبتحبك. ما تتحيل عليا فايز، القلب ما يريد ما بلا وفاء. وفاء مريا وطلعتها بهية. خلاص يا فايز راحت علينا، صرنا من الجواري. عذروب خلي حسنة الفتاة. نادى القضية الأولى. دعوى رقم 455 لسنة 65 قضائية المرفوعة من السيد جودة المصري ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أيوة فندم. سمير الغول المحامي حاضر عن الأستاذ جودة المصري. في الجلسة اللي فاتت طلبت مجموعة عشوائية من اللي اشتركوا في الاستفتاء وأدلوا بنعم لتعديل الدستور. مظبوط يا سيادة الرئيس. العينة موجودة؟ أيوة يا فندم. تم إبلاغهم وهم موجودين. تفضل يا استاذ العينه موجوده. انا طلبتهم يا سعاده الباسا عشان اثبت لسيادتك حاجه مهمه جدا ومفصليه. ممكن يا باسا اسالهم السؤالين؟ تفضل. اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ في ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ يا سعاده الباشا انا جوده المصري اللي رافع القضيه، والمحامي زي ما سعادتك شايف لسانه لازق في اسنانه، فقلت انجز يعني. اسمك ايه؟ علي عبد الحافظ. على باب الله بائع متجول. طب انت وافقت على تعديل 34 ماده من الدستور، ممكن تقول لسعادته على ثلاث مواد بس من اللي انت وافقت على تعديلهم؟ يا سعاده البين عملت زي كل الطابور ما عمل، ابصم هنا بصمت. هو حصل حاجه يا باشا؟ طب ممكن انت بقى تقول لسياده القاضي على ماده واحده بس من اللي انت وافقت على تعديلهم وايه وجهه نظرك فيها؟ اقول؟ قول. قول بصراحه، انت في محكمه. انا اعترف. هم قالوا لي المصلحه دي فيها خمسينيه وجبه كومبو. وجبه كومبو؟ قال فيها بطاطس وسائع حجم كبير. ده انت اللي هطلعك بره. يا ريت يا سعاده الباسا. هما مين اللي قالوا لك؟ الجماعه باشا اللي بيلمونا كل ما بيبقى فيه انتخابات. اللي بيلمونا كل مره في الانتخابات. اظن سعادتك سمعت وتاكدت من عدم اهليتهم وبطلان اصواتهم. اتفضل سعادتك كمل. وانت تعرف ايه عن المواد اللي اتعدلت؟ انا باشا بشتغل موظف الحكومه بعقد مؤقت، طبعا زي ما سعادتك فاهم لو وافقتش مش هتثبت. ده الدفع الاساسي في الدعوه يا سياده الرئيس. عدم الاهليه. وعدم الأهلية سيدي الرئيس بيتحقق بالجهل المطبق الذي يصل إلى حد الغفلة والسفة. زي ما سعادتك شايفه، سعادتك شايف العينة، وهذا سبب أساسي وجوهري في بطلان نتيجة الاستفتاء. سيدي الرئيس لابد من وقفة أمام هذا الهراء، فنحن شعب من الشعوب القديمة على هذه الأرض، وعار علينا أن يحدد مستقبلنا ومستقبل أولادنا هؤلاء السفهاء الجهلاء. عار علينا. يعني سعادتك الكلام ده بيحصل في مجلس الشعب وبنقول ماشي، لكن الدستور لا،
الا الدستور يا باشا. اقعد انت اللي اطلعك بره. طلباتك يا استاذ الغاء نتيجه الاستفتاء الثعبي على تعديل الدستور وتحميل الحكومه كافه المصروفات واتعاب المحاماه. انا ما قبضت حاجه يا سعاده الرئيس، ودايما سعادتك سايف موكلي تعبان ملا. دفاع الحكومه اتفضل. المستشار اشرف الغنام من هيئه قضايا الدوله ومحامي الحكومه، ارجو من سيادتكم اجل الاطلاع. تؤجل القضيه ل 15/7 للاطلاع. يا العاد يا العاد انا بريء انا بريء. بس بصراحه بقى الاستاذ سمير المحامي كان في منتهى الروعه. سامع يا استاذ؟ ادي الناس اللي بتفهم. يا عم ايه ده لولا العبد لله كان القاضي حبسنا. انت جايب لي محامي انجكشن. شوف يالا رغم كل اللي بيحصل لك ده لسه الجوده بتاع زمان، لسه بتحس وبتنفعل، لسه صوتك عامل بيكلكل. انت من الاحياء يا جوده. كلتك يا بقى حتى بحته مذكره طبعا. نبقى نتقابل بقى بالليل في المكتب وانا كمان اشوفك بالليل على العشاء. فين جوده؟ جوده فين؟ ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ ايه يا روح امك؟ رافع قضيه عايز تبطل فيها استفتاء الشعب؟ شعب بحاله مش عاجبك رايه؟ انت عارف عدد الشعب ده قد ايه؟ حد يقدر يعد شعب يا باشا؟ حد يعرف يعد شعر راسه؟ بتقول لي انت تسوى ايه بالنسبه للشعب؟ حجمك قدام حجم الشعب ايه بقى؟ ايه؟ رد عليا! انا ولا حاجه يا باشا، انا يا دوب نمله. نمله. والنمله عشان تعيش في سلام وامان ومحدش يدوس عليها بجزمته ويفعصها. تعمل ايه يا جوده؟ بتمشي جنب الحيط يا باشا. غلط. جنب الحيط ممكن برضه تندهس. النملة عشان تعيش في سلام وأمان. تعمل إيه يا جودة؟ تخرم خرمة جوه الحيط وتدانى فيه. برافو عليك. تخرم خرمة جوه الحيط وتدانى فيه. وبكده تعيش في سلام وأمان. وأنا رأيي المثل يا جودة. تعيش نملة. تاكل إيه؟ تاكل ايه؟ تاكل سكر. والله يا باشا لو اضمن ان انا لو عشت نمله عايش في سلام كنت اتلميت انا ونملتي في خرمنا وحمدنا ربنا. لكن ولاد الحرام مش هيسيبونا في حالنا. ولاد الحرام؟ تقصد مين يا لا؟ لا 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 يا باشا، في ناس كده يا باشا شياطين مزاجهم يفعصوا في النمل. الواحد فيهم لو كل يوم ما فعصتوش 100 نمله ينمل ما يجروش نوم. بص يا جوده، في شويه نمله حلوين هبعتك ليهم هيعلموك ازاي تفكر زيهم، تاكل زيهم، تتكلم زيهم. يا باشا بوس رجلك، انا استجدت سنين كلمت النمل والدبان والصراصير والفيران. انا من رجلك دي لرجلك دي. والقضيه؟ مفيش قضيه يا باشا، ما اترفعتش. والمظاهرات والصوت العالي؟ انا اصلا اخص وسبعه تقيل. وشك مش عاوز اشوفه هنا تاني. أنا ماليش وش يا باشا، هعتبره قفا. خليك فاكر يا جودة، تعيش نملة أكل سوق. كل يا جودي. إيه ده؟ ده جودة. مالك يا جودة في ايه؟ يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل يا جودة؟ مين اللي عامل فيك كده؟ تشرب ميه يا جودة ولا اجيب لك حاجه تاكلها؟ عمال الكمادات. هات كمادات يا محمد. ومين اللي عمل في وشك كده يا جودة؟ ولادي. لا لا لا، انا جاتلي انفلونزا. انفلونزا خطيره. اول ما جاتلي بتوع الصحه عرفوا جم خطفوني من قدام المحكمه. انفلونزا الخنازير؟ لا، انفلونزا جديده اسمها انفلونزا الضبابير. أول مرة أسمع عن الانفلونزا دي. ما دي بقى ما بتجيش إلا للي صوته عالي. ودي أعراضها إيه؟ أعراضها بتطلع على الوش كده زي ما أنت شايف. وفي آلام جديدة وشديدة أوي على القفا. قفا؟ ف
في حاجه زي كهربا كده الاماكن الحساسه. يا ساتر يا رب. وكحه؟ لا تقدرش الكحه. اه انفلونزا الدبابير. طب والقضيه يا جوده؟ القضيه عايزه واحد صحته تستحمل انفلونزا الدبابير. انت لو صحتك تستحمل شيل دي بنت فتاكه. انا خلاص بعد مشوار العريق ده انا ما بقتش قادر. خسرتك يا جوده. يا عم خسرت ايه؟ فوق بقى. احنا لازم نعرف حجمنا كويس. بلد دي مش بلدنا.